هو ده الفارق الكبير جدا ما بين النادي الاهلي، ان زي ما قلت لحضراتكم في البدايه كده الكل بيعيش ان هو بيعمل حاجه مهمه جدا والكل مشغول في حاجه مهمه جدا، النادي الاهلي بيفكر بره الموضوع خالص. النادي الاهلي هيبقى اول نادي، او النادي الاهلي كالعاده يعني سيظل دائما الاول، هيعمل مقر ليه في الصعيد. كل الحاجات اللي انا بتكلم فيها مع حضراتكم دي التفاصيل حضراتكم سمعتوها مع المهندس عادل القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي، ولكن كل الحاجات اللي حضراتكم اللي انا بقولها لحضراتكم دي بقى لها 4 5 شهور الناس شغاله فيها ومحدش يعرف عنها حاجه. اهم موضوع استوقفني الحقيقه، محدش عارف ايه اللي بيحصل داخل مجلس اداره النادي الاهلي، محدش عارف ايه اللي بيحصل ما بين الكابتن خطيب والاستاذ محمد كامل، محدش عارف ايه اللي بيحصل داخل اللجنه التسويقيه واللجنه الفنيه واللجنه الانشائيه واللجنه القانونيه اللي قررت ان اللجان دي كلها رفعت النهارده تقاريرها لمجلس الاداره اللي اتخذ قرار او قرارات هامه جدا، القرارات كل القرارات اللي قالها لحضراتكم الاستاذ شريف فؤاد. وبالتالي يظل دائما النادي الاهلي في منطقه اخرى، يظل دائما النادي الاهلي في مكان اخر، يظل محمود الخطيب دائما في مكان اخر، يظل هذا الرجل له سحر خاص و الناس بتحبه لله في لله. مهما اي حد يعمل ومهما اي حد يحاول ان هو يؤثر بكلام غير منطقي، بكلام غير منطقي على شعبيه هذا الرجل، الامور بتختلف سبحان الله، بتلاقي الدنيا اتقلبت راسا على عقب لصالحه ولصالح النادي الاهلي. هو ده النادي الاهلي. كابتن خطيب قال كلمه في البدايه، قال لك احنا كنا بنحلم نعدي من قدام باب النادي الاهلي، وقبليه برضو الاستاذ محمد كامل قال هذه الكلمه. بالفعل كلنا كنا بنحلم نعدي من قدام باب النادي الاهلي. الكلام اللي احنا بنقوله ده ما بيتقالش لمجرد ان احنا على الشاشه وبنقول هذا الكلام وخلاص، لا، ولكن انجازات كثيره جدا النهارده تم الاعلان عنها من قبل رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، ومعاه ايه بقى؟ معاه مجموعه اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي اللي هم كل واحد في الملف بتاعه موت نفسه عشان خاطر جمهور النادي الاهلي، عشان خاطر الجمعيه العموميه في النادي الاهلي، علشان خاطر فريق الكوره وكل الفرق الرياضيه في النادي الاهلي. قال لك عايزين استاد، طيب لغايه لما نبني الاستاد هنعمل ايه؟ هنقعد كده قاعدين وخلاص ما عندناش استاد؟ لا، هجيب لكم استاد 25 سنه. واستاد ايه؟ استاد حاجه مفخره وحاجه كبيره جدا وحاجه جميله جدا. الاستاد ده مش هنفضل قاعدين ساكتين لغايه لما يتعمل الاستاد اللي هياخد له، ممكن ياخد وقت، انا ما اعرفش وقت، انا مش مهندس يعني، لكن اكيد هياخد وقت. النادي الاهلي او مجلس اداره النادي الاهلي حلم من احلامه ان يكون هناك استاد للنادي الاهلي، بالفعل اصبح هناك استاد الاهلي السلام. استاد الاهلي السلام. هيحصل ايه جوه استاد السلام زي ما او استاد الاهلي السلام زي ما حضراتكم شفتوا؟ هيحصل لسه هيتم عمل او انشاء ملعبين فرعيين، سيتم استقدام كل قطاع الناشئين في النادي الاهلي اللي موجود في مدينه نصر، والمكان بتاع الملاعب دي كلها بقى هيتم تطويره لخدمه اعضاء الجمعيه العموميه، وهيبقى هناك استراحه للناشئين، كل حاجه هتبقى، كل حاجه خاصه بفرق الكره هتبقى هناك في استاد السلام او استاد النادي الاهلي السلام. تخيلوا حضراتكم ان كل ده بيحصل ومحدش عارف حاجه بقاله 4 شهور غير المجموعة اللي بتشتغل على الموضوع ده أو على المواضيع الاقتصادية أو هذه الحزمة الاقتصادية الكبيرة.